عالم الجميع ويسجل ويضع الكرة ويبتسم، يعني ابتسامة كده، ايه ابتسامة مع اخذ نفس عميق، لان الميريا كما قال قبل مباراة بيليجريني فريق صعب، فحركوا الهجمة، فتحوا المساحة، فتحوا الثغرات، لعبت سريعة، ارتقاء عالي مع وسب مع ساندا، لكن الأمور بتمشي والكرة في الشباك. أدي أنا سيرخي راموس يطلع أمامنا هو ويرتقي ويضع الكرة الرأسية، كان مشاركة مع اللاعب أكاسياتي أمامنا في هذه اللقطة، أمامنا في هذه اللقطة. هنا التعادل يأتي في هذه اللقطة من جانب اللاعب التابع هل هو سوريانو؟ هو بالفعل فرناندو سوريانو، وجماهير قادمة من ألميريا. سوريانو يعادل في هذه اللقطة، بقول لحضراتكم حدث نوع من التراخي والتخاذل، وفرناندو سوريانو الذي سجل في مرمى فريق ملقا يسجل في هذه اللقطة، وهو واحد من أقدم اللاعبين. شوف حضراتكم بقى ألميريا ينتفض هجوميا، كرة من كروسات، خطأ دفاعي في إبعاد الكرة، زيادة عددية لم تحدث طوال المباراة، حدثت في كرة أوتشي اللي كانت منذ لحظات. أدي أمامنا ماذا يصنع أربلوة؟ أربلوة يعيد كرة يجدها اللاعب فرناندو سوريانو اللي ينجح في إحراز التعادل في الدقيقة 57، في 57 ثم هدف هنا في هذا الملعب للعب أمامنا أوتشي. ماذا تصنع يا جرانيرو في هذه اللقطة؟ راجل استلم أوتشي وعدل على وجه القدم وسدد وسط حراسة دون رقابة ويخلصها حلوة، عملها حلوة قوي، كرة كمان تحت رجله. وادي أمامنا هنا الحارس كازياس، يعني ينظر من دفاع فريق نادي طبعا ألميريا، كرة صعبة جدا، سانتي قائد الدفاع البيروفي اكسيستي امامنا يضيع طبعا دفاعه في هذه اللقطة بعد تألق جدا من جانب الحارس اللي عادة بتوضح. ادي امامنا الحارس اهو، شوف حضراتكم بقى ما لعبش على الكرة، لعب على القدم اليسرى لكريستيانو رونالدو، وادي امامنا الاعاقة واضحة وركلة الجزاء صحيحة للنادي الملكي، لا تحتاج الى احتجاج، لا تحتاج الى شيء، حكم اللقاء استرادة كان واثقا. هنا كريستيانو رونالدو يضيع وبنزيما يسجل، بنزيما يسجل، بنزيما يسجل، أضاع كريستيانو رونالدو فأعادها بنزيما لتكون كرة التفوق، ويسجل بنزيما رابع أهدافه في الليغا الإسبانية بألوان النادي الملكي. سجل في خيريز، سجل في تنريف هدفين بخلاف هدفه في الميلان، ويضيع كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء للعبة باستعجال يتصدى ليها الحارس دييغو ألبش، ولكن بنزيما يعيد الكرة مرة تانية بعد أن أضعها كريستيانو رونالدو، وتحرك الحارس بدري شوية واخد خطوتين، لكن أمامنا الأمور بقى كادت أن تتأزم، ولكن بنزيما، بنزيما بأحلى عزيمة في هذه الكرة وبإصرار هداف تألق بألوان فريق أولمبيك ليون الفرنسي اللاعب كريم بنزيما، قوة والسرعة والانقضاض. وادي أمامنا كريستيانو رونالدو كاد يعني أن يطيح بالفرحة في هذه الليلة، ولكن أمامنا هنا التسجيل، هدف اللي أضعه وأضع ركلة الجزاء، لكن أمامنا الكرة بقى بالطاوع. أحسن لاعب في العالم في 2008 غاب طوال 55 يوم منذ إصابته أمام مارسيليا، لكن هنا يعود ويعود بقوة، ابدا ابدا لا يخرج من اللقاء دون ان يسجل، لانه اضاع ركله الجزاء فاراد ان يعوض وعوض بالفعل، لكن شوف السرعه، شوف اللعبه على الاجناب، ماذا تصنع؟ تصنع الفرحه، تصنع البسمه لجماهير النادي الملكي. إيجوايين يصنع وكريستيانو يسجل في لحظه بقى غاب فيها التركيز عن دفاع ألميريا، ضاع التكتل الدفاعي مع سرعة الأداء اللي بتعود مرة تانية مع التحركات الجميلة من اللاعب إيجوايين اللي يصنع الحقيقة الكرة الجميلة، ورونالدو يسجل في هذه اللقطة هدف في الدقيقة 84، يعني الأمور بتسير سريعا نحو انتصار قادم لا محالة في هذه